مرحبا بكم مشاهدينا، هذا احمد يوسف يحييكم وحلقه جديده من برنامج ملفات. لم يعد الامن السيبراني مجرد خيار ترفيهي، بل اصبح ضروره حتميه لمتطلبات الحياه الرقميه. فمع تصاعد الاعتماد على التكنولوجيا في كافه مناحي الحياه، تتزايد التهديدات الالكترونيه والتي تستهدف اختراق الانظمه وسرقه البيانات، ولا تقتصر على الافراد والمؤسسات فقط، بل تمتد لتشمل البنيه التحتيه، لا سيما في ظل التحول الرقمي. في هذا الاطار تعمل الحكومه ممثله في وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عده محاور لتشكيل حائط صد منيع ضد الهجمات السيبرانيه وكذلك اعطال التقنيات الرقميه، خاصه مع تزايد معدلات تلك الهجمات حول العالم، والتي تتسم أيضا بالتعقيد والتنوع. وتزداد أهمية الأمن السيبراني في ظل اتجاه الحكومة لرقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين على نحو ميسر، يقترن معها بزيادة الوعي الإلكتروني بالأخطار السيبرانية. حول هذا الملف الهام تدور حلقة الليلة مع ضيفي في الاستوديو المهندس تامر محمد، الأمين العام لشعبة الاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية. مرحبا بك. أهلا بكم. نسعد بك في ظل هذه التعقيدات العالمية الجديدة، لكن اسمح لنا قبل أن نذهب لمزيد من الفهم ورفع الوعي والإحساس أيضا بالموضوع بعيد هذا التقرير. اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لتعزيز الأمن السيبراني باعتباره مكونا أساسيا في منظومة الأمن القومي المصري، وذلك لحماية بيانات وأصول الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة بما يشمل النواحي التنظيمية والبشرية والمالية والتقنية والمعلوماتية ليسمح لها بمواصلة مهامها. تضمنت خطة الدولة خلال السنوات الثلاث 2024-2027 رؤية متكاملة وبرنامجا رئيسيا في هذا الصدد ينبثق عنه 6 برامج فرعية تتمثل في تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية وتعزيز جهود الرصد والاستجابة وبناء دفاعات سيبرانية قوية وتأهيل الكوادر البشرية ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر الأمن السيبراني وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. يأتي في مقدمة هذه الرؤية تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية، وذلك من خلال إصدار قانون حرية تداول المعلومات مع مراعاة حق الدولة في حماية ما يتعلق بالأمن القومي وإعداد خطط طوارئ لمواجهة الهجمات السيبرانية والتدريب على تفعيل تلك الخطط بشكل دوري، بالإضافة إلى العمل على تحسين وضع مصر في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات. كما تعمل مصر على تعزيز جهود الرصد والاستجابة، حيث شرعت في توفير نظام للإنذار المبكر ضد البرمجيات الخبيثة والهجمات الإلكترونية التي تنتشر بنطاق واسع ضد البنية التحتية الحيوية للمعلومات المصرية، من خلال إنشاء نظام وطني للأمن السيبراني ومراكز استجابة للطوارئ. وفي هذا الصدد تعمل الدولة على تعزيز جهود استجابة المركز الوطني للاستعدادات لطوارئ الحاسبات والشبكات وتوفير بنية تحتية رقمية مستدامة لمواكبة متطلبات السلام السيبرانية طبقا للمواصفات العالمية، وأيضا تعزيز أمن البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظم وقواعد البيانات والمعلومات القومية وبوابات الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز دور أنظمة الإنذار المبكر والتدخل السريع لرصد المخاطر والمتابعة الدورية للهجمات السيبرانية. كما تقوم الدولة بإنشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة في مجال الأمن السيبراني لتقديم الدعم الفني والإداري والتسويقي والمادي لضمان استمرارية الأعمال ورفع كفاءاتها وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا المجال. مرحبا بكم مشاهدينا، أصبحنا نعيش في عالم المصفوفة الإلكترونية أو القرية الإلكترونية، ونعتمد كثيرا على وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والعالم المربوط بالرقمنة وبالتواصل الرقمي. وفي ذات الوقت ثمت تهديدات من قبل الهاكرز أو المخربين أو الإرهابيين تهدد يعني ليس فقط الأفراد، ولكن أشياء حساسة في العالم، مثلا الطاقة النووية، الطاقة الكهربائية وغيرها من الأمور. لنفهم المزيد حول دور مصر السيبراني والأمن السيبراني والتأمين السيبراني والتأهيل أيضا
الخاص بهذا الموضوع يدور حوار مع ضيفي العزيز. يعني مهندس تامر، أرحب بك من جديد. التهديدات السيبرانية والاختراقات ليست جديدة منذ ظهور عالم الإنترنت سنة 90 أو بعيد ذلك، طبقا لكل دولة ومدى دخولها أصبح هناك تهديدات، لكن مؤخرا العالم الآن يشل كما رأينا في حوادث أخيرة، الحياة تشل لأن الإنترنت أصبح كالماء والهواء، أو الاتصال أصبح كالماء والهواء، وبالتالي أي أزمة في هذا الموضوع تعرض الحياة اليومية وحرية الإنسان إلى أزمات. طيب لو رجعنا ل 2019-2020 مع بدايات كورونا وما حدث في كورونا والتوجه الضخم جدا اللي كان لمعظم الدول ليه التسارع في الانتقال الى الديجيتال ترانسفورميشن او التحول الرقمي، وابتدت الناس تستفيد من مزايا التحول الرقمي، فحتى بعد انتهاء أزمة كورونا استلذ الناس متعة ما يقدمه التحول الرقمي. فكان مع هذا الاتجاه لابد من الوعي والحذر والاستعداد للهجمات السيبرانية، لان احنا النهاردة بنتكلم زي ما بنتكلم على تطور تكنولوجي وتغير في شكل الوظائف وتغير في الحياة العملية. فالنهاردة عندنا فئة من اللي احنا كنا بنسميهم او بنسميهم النصابين اللي كانوا بينصبوا على الناس على الارض، ابتدوا الناس دول يكونوا هما دايما بيبقوا شاطرين وعندهم إبداع وعندهم رؤية مستقبلية أعلى، فابتدى يتوجه الناس ديت يغيروا الاتجاه بتاعهم من الوجود على الأرض إلى الانتقال إلى الفضاء السيبراني، مع اختلاف التوجهات. وممكن يبتدي يدخل فيه ناس تانية. النهاردة بنتكلم على حروب الجيل الرابع ووجود فيها الهجمات السيبرانية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالسوشيال ميديا في بث الإشاعات وبث كل دوت رايح في الحتة بتاعة التحول الرقمي. النهاردة تقريبا بقت معظم القطاعات بتعتمد اعتماد كبير جدا على التكنولوجيا. احنا من اسبوعين ثلاثة كانت الأزمة بتاعة كراود سترايك، واللي كان في وهلة الموضوع التوجهات كلها قال لك هجوم سيبراني، بس هو في الاخر ما طلعش هجوم سيبراني، هو عطل تقني ما يعملوش خريج كلية حاسبات ومعلومات لسه متخرج السنة دي او حتى في سنة رابعة. ففعلا احنا بقينا في وضع خطير جدا، محتاج وعي من الكلام. احنا في الازمة دي وكانت عطل تقني مش هجوم سيبراني، تعطلت مطارات ومحطات قطارات واليوروستور القطر اللي بيلف اوروبا كلها توقف، مطارات في اوروبا بعدد رهيب جدا، احنا بنتكلم على الغاء ما يقرب من 4000 رحله طيران في هذا التوقيت، واعاده جدوله ما يقرب من 40000 رحله طيران اخرى. تخيل حجم الخسائر اللي تم في الكلام دوت. النهارده بنتكلم على هجوم اللي حصل من فتره كبيره جدا على ايران في مفاعلاتها النوويه اللي تسبب في توقف مفاعلات نوويه كامله. فانا وصلت النهارده ان بقى عندي القدره على ان انا اتحكم في بنيه تحتيه خطيره بالمنظر دوت. طب انا قدرت اتحكم فيه ان انا اوقفه، طب ده انا ممكن اتحكم فيه واعمل حاجات تانية. طيب ماذا عن هذه حرب الأدمغة أو حرب السوفت وير ما بين الأدمغة الإلكترونية أو السوفت وير اللي هو درونز بيمشي فيه، اللي هو الموبايلات اللي احنا بنستخدمها بتمشي فيه، اللي هو الطب الإلكتروني، اللي هو الحياة اليومية، اللي هو الكهرباء إلى آخره، والوعي البشري أو المخ البشري، ماذا علينا أن نفهم؟ ما هو النهاردة احنا الجزء دوت احنا بنتكلم فيه على أبعاد كثيرة، بنتكلم على أبعاد على مستوى زي ما ذكر في التقرير وذكرت حضرتك في المقدمة، على بتعود على الأفراد، بتعود على الشركات والمؤسسات الصغيرة، على الشركات والمؤسسات الكبرى، على الدول. فاحنا لابد أن نعي أن طالما كان باختيارنا أن ننتقل من الحياة الحقيقية إلى الحياة المرقمنة،
فلابد علينا من الحذر على كل المستويات، على المستوى الشخصي، بياناتي اللي انا حاططها على تليفوني وعلى الكمبيوتر بتاعي لو انا مش مأمنها كويس ومش حاطط عليها باسوردز كويسه، و احطها على موبايلي باسورد ولا لا؟ اكيد ده في رأيك ده بلا نقاش، بس اذا ضاع او اختفى ما حدش هيعرف يفتح الباسورد بتاعه، يعني بتحصل حوادث كده، حد ينسى موبايله في مكان او كده. طب هيك احط عليه باسورد ويضيع ومحدش يعرف يستعمله، ولا ما احطش عليه باسورد ويضيع ويتم استخدام كل ما بداخله؟ الناس تجاوب، في حد بيقول لك انا مش حاطط اسرار عليه يعني. خلاص، فهو يتحمل مسؤوليه قراره. لكن هو لكن النهارده احنا حتى وصلنا النهارده في التكنولوجيات اللي موجوده حتى في قصه الموبايل، ان نقدر نقول مثلا ان انا لما بيكون موجود باسورد وان انا حاطط الاحتياطات الامنيه بتاعتي بنسبه 20-30%، الموبايل بيتجاب. مش هنقول بنسبه 100%، لا، بتقدر يتعمل له تتبع، بيقدر تروح تعمل محضر في مباحث الاتصالات، وفي نسبه بيرجع لها. احنا شفنا اللي حصل في الاولمبياد في فرنسا، نسبه سرقات كثيره للموبايلات، في انجلترا نسبه سرقات كثيره زادت، مش عارفين ايه السبب. ادخل من هذا الموضوع بقى الى موضوع الامن القومي، ما علاقه الامن السيبراني الان بالامن القومي؟ طيب، علاقه لصيقه ومرتبطه وهتفضل مرتبطة طول الحياة، لأن الأمن السيبراني النهاردة احنا الدولة كلها بتتحول تحول رقمي. يعني احنا بنتكلم على بيانات دولة، بيانات مواطنين، معلومات سرية سواء تخص أجهزة سيادية أو لجيش أو لشرطة، معظم الحاجات دي يتم تداولها إلكترونيا. فأنا لو مش مستعد لدوت أنا عندي كارثة، أنا عندي مصيبة. تخيل حضرتك ان انت بيتم تسريب المعلومات الخاصه بالمواطنين من بياناتهم الشخصيه، ارقام تليفوناتهم لتاريخ ميلادهم الى اخره من المعلومات دي، كارثه. والنهارده في جهات كثيره بتبذل مجهودات ضخمه جدا عشان توصل للبيانات ديت. بنتكلم على توجه الدوله مش لخدمات الشباك الواحد، للخدمات المجمعه. فاحنا بنتكلم، لا طبعا، احنا النهارده لو الدوله اللي واخده قرار التحول الرقمي لو ما خدتش معاه قرار الاهتمام ووضع الامن السيبراني اولويه اولى، يبقى ملوش لازمه. ده بالعكس، ده لا، خلينا بالورق احسن. واللي بناء عليه النهارده بقى موجود عندنا المجلس الاعلى للامن السيبراني اللي بيهتم بالجزئيه الخاصه بتامين الجهات الحكوميه والجهات التابعه للحكومه. طيب، لان موضوع يعني ما فيهوش فصال يعني. في هذا الصدد، كيف تتخذ الدوله اجراءات حمائيه قويه لحمايه البيانات واصول الافراد والمؤسسات العامه والخاصه؟ طيب، عندنا الدوله واخده ماشيه في اكثر من اتجاه. عندنا الاتجاه الاول كان اتجاه القوانين والتشريعات. في سنه 2018 تم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. دكتور محمد حجازي بقى، والدكتور محمد حجازي والنائب نضال أيام ما كان رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب أو في البرلمان، صدر هذا القانون. كان جزئية كبيرة جدا، والقانون ده خد مجهود جامد جدا حتى في المحادثات مع الجهات ذات الصلة للشركات والغرف الصناعية والغرف التجارية للوصول إلى أفضل وضع يحدد القصة ويقدر نحط ضوابط وقوانين وعقاب وضوابط حتى للجهات المختلفة لتأمين بياناتها. عندنا بعد كده صدر في 2020 القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية، وده طبعا من ضمن ده جزئية في الجزء اللي حضرتك ذكرته، حماية بيانات المواطنين. وتم وضع ضوابط ازاي انا كجهة اخد بيانات المواطن، ازاي احفظها، ازاي اشفرها، والى اخره من الاجراءات. عندنا توجه تاني على الارض
اللي هو ما يسمى بعقل الدولة اللي موجود في اللي تم إنشاؤه في العاصمة الإدارية بمركز بيانات ضخم جدا بيتم استخدامه وتشغيله بواسطة الذكاء الاصطناعي مع مؤمن معمول تحت الأرض أظن ب 14 أو 17 متر موجود منه نسختين تقريبا مش لا أتذكر نسختين ولا نسخة احتياطية في مكان آخر سري لا يعلمه إلا الجهات السيادية في الدولة موجود منه نسخ مصغرة على مستوى المحافظات كلها كل محافظة بالبيانات بتاعتها بتأميناتها بالكلام ده كله الكلام ده كله ليه لأن البيانات الخاصة بالدولة بيانات غالية جدا أغلب يعني النهاردة احنا بتسمع عن مليارات الدولارات بيتم دفعها مقابل الحصول على بيانات فأنا لو ما حافظتش على بياناتي يبقى مش هقدر امشي في الاتجاه اللي انا بتكلم طيب. فيه لنكن صريحين ان اصل هذا الموضوع كله هو الهندسه في هذا الموضوع وعلم البيانات وعلم الذكاء الاصطناعي دلوقتي الهندسه بتتغير يعني يوميا ما كان يسمى بقواعد البيانات كان هاما جدا لم يعد مهم الان بذات الاهميه في عصر الذكاء الاصطناعي وبالتالي صناعه البيانات او حفظ البيانات او تامين البيانات هذا العلم بيتغير كل شويه رغم انه بيصرف عليه ملايين الملايين حول العالم حيك لو قلت ان الهندسة بتتغير يوميا فاحنا تبقى لقانون مور يعني تكنولوجيا المعلومات تتغير لحظيا صحيح لا هو ما حصلش ان ما بقاش فيه وجود اهمية لقواعد البيانات كما كانت من قبل بس ستيل هي العصب الامان هحط بياناتي فين اتغير بقى ظهر بقى القصة البلوكي تشينز لمزيد من التعقيد لمزيد من التأمين بس في الآخر هتلاقي في الأساس قواعد البيانات موجودة ما بقتش اللاعب الأساسي على الملعب لكن في الآخر بيانات وبدون قواعد بيانات منظمة ومؤمنة بشكل كامل جدا وواضح جدا ابتدى يحصل عليها تطوير ابتدى يتغير فأشكالها لكن الأساس الأساس واحد مش بس علوم البيانات بتغير لا كمان الموازي لها علوم الحاسب الآلي وأنواع الكمبيوتر الكمبيوترات العادية تعمل على التوالي ما الكمبيوترات الجديدة الآن في العالم السوبر كمبيوترز بتعمل على التوازي وفي كوانتم كمبيوترز وإلى آخره طبعا. فده بيفرض عليك برضو أن القديم لم يعد بذات الأهمية المستحدثة السريعة الجديدة التي تضغط بيانات بطريقة أكثر أمناً وأكثر دقة وأكثر رؤية مستقبلية أكيد إحنا عندنا دايماً زي ما يعني عندنا تطور ماشي متوازي مع بعضه تطور الأجهزة تطور السوفت وير تطور التأمين المعلومات أو الأمن السيبراني تطور الذكاء الاصطناعي كله بيجري مع بعضه تطور الهاكرز وتطور هم برضو كمان بيتطوروا فهم كلهم بيجروا في نفس السباق لان انا لو طورت سوفت وير بدون هارد وير يقدر يشغله ما يبقى ملوش لازمه لان انا طورت هارد وير عملت حاجه ضخمه جدا بس ما اديتهاش السوفت وير اللي يتم تشغيله عليها فهو احنا بنتكلم في سباق كله يجري فيه في صدقت تماما زمان كان يقول لك السوفت وير هو الاهم الان هناك سباق ما بين السوفت وير والهارد وير والتوازن فيما بينهما كما ذكرت هم بيجروا مع بعض هم مش ما ينفعش يسبقوا بعض ما ينفعش حد فيهم يسبقوا ما لازم يجروا مع بعض اذا التطور هو كلمة السر والتحديث أيضا هي كلمة السر في هذا الموضوع نتواصل في المزيد من الاستفسارات حول خطة الحكومة خلال الثلاث سنوات المقبلة والإطار التشريعي ومن أمور تهم المشاهد الكريم والمواطن الكريم بعد هذا التقرير في إطار الاستراتيجية القومية للأمن السبراني تسعى الدولة لبناء دفاعات قوية لمواجهة المخاطر وتعزيز الثقة في البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في شتى القطاعات الحيوية وتأمينها من أجل تحقيق بيئة رقمية آمنة وموثوقة ينتج عنها شبكة سبرانية دفاعية وتستكمل الدولة تأهيل الكوادر البشرية في إطار الاهتمام الكبير بتعزيز إمكانات مصر لتحقيق أعلى مستويات أمن المعلومات وزيادة قدراتها على مواجهة الهجمات السبرانية وذلك من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل وتدريب الكوادر في مختلف القطاعات.
كما تولي الحكومة أهمية قصوى للتوعية المجتمعية بمزايا ومخاطر الأمن السيبراني، وذلك من خلال عقد العديد من الندوات والمؤتمرات على مستوى الجمهورية ونشر المعلومات اللازمة للتعامل مع تلك المخاطر التي قد يتعرض لها المواطنون. أيضا تستهدف الحكومة توسيع شراكاتها الدولية في مجال الأمن السيبراني، لا سيما مع حدوث زيادة في معدلات تلك الهجمات التي أصبحت تتسم بالتعقيد والتنوع، وذلك من خلال بناء قدرات سيبرانية قوية ومرنة في مصر والمنطقة العربية والإفريقية والعالم، وتعزيز دور مصر في طرح مبادرات حول حظر تلك الهجمات على البنية التحتية الحيوية وسبل تحقيق الأمن على المستويين الإقليمي والدولي. وفي هذا الإطار تشير التقارير الدولية إلى أن المؤسسات حول العالم تتعرض لهجمات برمجيات بمعدل متوسط يصل إلى هجمة كل 11 ثانية، كما قدرت التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية بنحو 8.4 تريليون دولار في عام 2022، ومن المتوقع بحلول عام 2026 أن تتجاوز التكاليف السنوية للجرائم السيبرانية 20 تريليون دولار. وفي سبيل بناء حائط الصد من تلك الهجمات، تعمل مصر على تشجيع البحث العلمي في تخصيص الأمن السيبراني بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، بهدف تشكيل مجموعات بحث علمي تضم خبراء أمن بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك للبحث في بناء برامج اكتشاف مبكر للهجمات السيبرانية التي يمكن أن تتعرض لها المنظومات، بالإضافة إلى تشجيع الشركات العالمية في هذا المجال على الفكر الابتكاري لبناء منظومات تأمين لمختلف البرامج والمنظومات. إذن العالم الرقمي له ثمار، لكن في ذات الوقت فرض علينا تهديدات سيبرانية وهجمات للهاكرز أو المخربين أو الإرهابيين أو المعطلين ما بين هنا وهناك، وبذلك نحن نحتاج إلى إعداد خطط للطوارئ في الدولة المصرية لمواجهة أي أزمات حتى في العالم. في الهجمات السيبرانية تؤثر علينا، يعني تلاقي في ألياف ضوئية جاية من الهند تقطع الإنترنت على منطقة بذاتها أو على مكان بذاته. خطط الطوارئ المصرية ما مدى الاستعداد لمواجهة الهجمات السيبرانية أو الأزمات المفاجئة؟ يعني مصر تقريبا من حوالي سنة أو يعني أو سنة أو سنة ونص أنشأت مركز الطوارئ الخاص بالجزئية اللي تخص أمن التكنولوجيا المعلومات بالعموم، لمتابعة ورصد ما يتم سواء داخليا او خارجيا. زي ما حضرتك ذكرت النهارده عطل حصل في اوروبا اثر علينا، الطيارات اللي كانت جايه لنا ما بقتش جايه، التكدس، الناس اللي كانت مستنيه الطيارات اللي جايه دي عشان تركبها وتروح الناحيه الثانيه بقى في تكدس في المطار عندك الى اخره من الـ من الـ من المشكلات. لو بنتكلم على خطوط ربط بين بنوك واتفاقيات وسويفتات فلوس بتتحول ورايحه وجايه، لو كل الكلام دوت، فانت عندك مركز لرصد المشكلات التكنولوجيه سواء كانت نتيجه هجمات او نتيجه اعطال فنيه كبرى او نتيجه قطع في احد الكابلات. احنا بيمر من مصر تقريبا حوالي 19 كابل بحري عالمي بيربط الشرق بالشرق بالغرب، نتكلم اسيا كلها، لما كابل او كابلين من دول بيقطعوا بيحصل تاثر للانترنت في سواء في الجزء العربي من اسيا او في ماليزيا، اندونيسيا، الهند، كل ما هما شرق مصر في دوله اسيا والعكس صحيح. طبعا المركز دوت له أهمية كبرى وبيحصل فيه على طول لما بيحصل حتى هجمات أو حاجات بسيطة بتضر حتى بالأفراد، بيصدر تحذيرات من الايجيبت سيرت أو اللي هي الجهة المسؤولة في وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بيبتدي يطلع تحذيرات من وجود هجمة بشكل معين، سواء الهجمة دي كان بتخص شركات أو أفراد، وتحذير إن أنت ما تقعش في هذه الهجمة، ولو حصل وقعت في الهجمة دي تقدر تشوف البدائل والباك أب وكده، تقدر ترجع نفسك إزاي، أو لو ليها حل بيتم طرحه. ده توجه طبعا محمود من الجهات المسؤولة في الدولة عن
تكنولوجيا المعلومات وتأمين تكنولوجيا المعلومات. طبعا لابد أن ننوه أن مصر لديها قوة خاصة في علوم الحوسبة وعلوم السوفتوير والهاردوير ووزارة الاتصالات منذ زمن طويل، وعبر عهود مختلفة كان لدينا مبادرات وقوة، ولازلنا في هذا الموضوع على مستوى عالمي هنا في مصر. بالضبط، احنا عندنا من ضمن يعني عندنا في أسماء يشار لها مصريين في مجال تكنولوجيا المعلومات يشار لها في العالم كله. يعني بيبقى في بعض الأحوال الأوضاع بيبقى في مشكلة في موضوع معين أو عايزين استشارة في جزئية معينة فيما يخص تأمين المعلومات، عندنا أكتر من 10-12 اسم مصري بيتم طلبهم بالاسم في هذه الجزئية. وطبعا غير دول بقى موجود عندنا الشباب الفعليا الشاطرين اللي بيأمنوا معظم مؤسساتنا بقى من بنوك لهيئات كبرى لشركات كبرى. ده طبعا في إشارة إلى الذكاء المصري، لأن عالم التكنولوجيا هو عالم ذكاء وليس فقط ذكاء اصطناعي. قبل الذكاء الاصطناعي أكيد طبعا هو الذكاء، لا ذكاء اصطناعي بدون ذكاء بشري. جميل، خطتنا بقى خلال الثلاث سنوات المقبلة 2024-2027 من قبل الدولة المصرية في هذا الصدد والستة برامج الفرعية الموجودة فيها. احنا بنتكلم على الاهتمام بمركز الطوارئ بشكل كبير جدا، بالاهتمام مع الشركات العالمية المسؤولة عن تقنيات الأمن السيبراني على مستوى العالم، ومعظم الشركات ديت ليها مراكز خدمات داخل مصر. بنتكلم على التدريب، بنتكلم على التدريب، يعني تدريب ناس جديدة تدخل في هذا المجال، لأن احنا عندنا حالة ازدياد متزايد، طلب متزايد على اليد العاملة فيه، سواء في تكنولوجيا المعلومات وخاصة في تأمين المعلومات والأمن السيبراني. بنتكلم على رفع كفاءة العاملين في مجالات الأمن السيبراني في الجهات المختلفة، والأولى بها طبعا الجهات الحساسة اللي خدماتها بتمس المواطن بشكل مباشر. عندنا مبادرات كبيرة، وابتدينا حتى المبادرات النهاردة ابتدينا ننزل لمستوى، وأنا مبسوط جدا بدوت. احنا بنتكلم عندنا مثلا مبادرة مصر أشبال مصر الرقمية. أشبال مصر الرقمية دي بتكلم مين؟ بتكلم الطلبة من أولى إعدادي لتانية ثانوي، بياخدوا فيها تراكات كتيرة أو تخصصات كثيرة، من ضمنها الأمن السيبراني، من ضمنها الذكاء الاصطناعي، من ضمنها البرمجة، من ضمنها إنترنت الأشياء. ولو إحنا بصراحة لازم أكون صريح، عندنا تأخر في التربية الرقمية والاستهلاك السلبي لكل وسائل الشبكات الاجتماعية. برضو أولادنا إحنا ما بننتجش، مش واخدينه كتعليم أو كبزنس، لأن ما كانش موجود. أنا أتذكر في أوائل أيام شغلي، كنت يعني في بدايات شغلي كنت بشتغل في شركة بتبيع أجهزة كمبيوتر، فكان بيجي لي ولي الأمر الرقم بالنسبة له كان بيبقى رقم كبير. احنا بنتكلم يعني من يعني قرب 25 سنة 30 سنة، كان الجهاز ب3000 و4000 جنيه، ده كان رقم ضخم جدا. فكان بيجي يسأل سؤال، أصل هو هياخده ويلعب بيه جيمز، فكان ردي عليه ساعتها خليه يلعب، خليه يحب الجهاز. لو حب الجهاز هيبتدي بعد شوية هو اللي، طب هو ده بيشتغل ازاي، طب هو كذا. وبالفعل قابلت ناس بعدها بسنين قالوا لي انت انا ابني دخل كليه حاسبات وجاب له الجهاز وهو صغير وسابه يلعب. فالنقطه التوجه الصحيح دلوقتي مع توجه الدوله، مبادره زي مبادره اشبال مصر الرقميه، مبادره قويه جدا، بتخلي بتاخد على لو قدرنا ناخد 50% من طاقه اولادنا اللي في اعدادي وفي ثانوي، بدل ما هو مضيع وقته على الجيمز وعلى المواقع التواصل الاجتماعي، انه لا ده انا هتعلم هعمل كذا. او يبقى مصمم جيمز، يعني ممكن في الجيمز تبقى مصمم لعبه، تطور المحرك البحث الخاص باللعبه الى اخره يعني. فلو انا قدرت اخد 50% من وقته اللي موجود اثناء الصيف او اثناء وابتديت اعلمه ازاي يتعامل من هذا الموضوع، موضوع كويس جدا. اظن ان المبادره دي اتفتح المره اللي هي المرحله الثالثه منها، او الطلب الثالث ليها، ثالث مبادره ليها، كانت اتفتحت يوم 4 اغسطس، واظن مستمره لقرب نهايه الشهر. بدعو كل المشاهدين اللي اولادهم
في المرحله السنيه من اولى اعدادي لحد ثانيه ثانوي يخش دلوقتي يدور على مبادره اشبال رسم مصر الرقميه اتكلمنا عليها ويخش يقدم. هي مبادره موجهه للاطفال، مش الاطفال يعني الشباب فاعلين الاشبال فعلا اللي هم في اعدادي ومن اول اولى اعدادي لحد ثانيه ثانوي، بتاهله في مبادره. يعني اللي ابتدوا في المبادره دي من العام الماضي هو بعد ما بيخش وبيخلص اول مرحله جوه المبادره بيخش اوتوماتيك على المرحله الثانيه على المرحله الثالثه، بحيث ان هو لما يجي يدخل يوصل لثانويه عامه، هم عاملين الثانيه ثانوي عشان يبقى مفضي وقت الطالب في سنه يعني في سنه ثالثه ثانوي، بس لحد ثانيه ثانوي، بحيث ان هو لما يجي يدخل ثانويه عامه ويبتدي يخرج من ثانويه عامه يبقى خلاص الرؤيه قدامه واضحه، بقى هو مستعد وجاهز انه يدخل احدى كليات الخاصه بتكنولوجيا المعلومات، علشان خاطر العدد ده احنا عندنا عجز رهيب، عندنا اعداد كبيره بتدخل كليات تكنولوجيا المعلومات، وقصاد هذا الكميات الكبيره عندنا عجز رهيب سواء في الشركات، لان احنا جهه دوله مصدره للعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير جدا، عندنا شركات احنا بنتكلم من 8 ل 10,000 شركه تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر، عندها احتياج دائم لليد العاملة، لأن هو بعد ما بيروح بيشتغل في الشركة سنة 2-3 بالكتير بيبقى اتعلم، فبتلاقي على طول عليه الطلب انه يتاخد بره. هي اي نعم دي حاجة بتضايق الشركات، بس هي في الاخر كمصلحة عامة للبلد هي كويسة، بتجيب عملة صعبة للدولة، موجودين احنا كمصريين في معظم الجهات الكبرى. انا حضرت معرض في شهر مارس اللي فات في المملكة العربية السعودية من أكبر معارض تكنولوجيا المعلومات، وكانت يعني حاجة مبسطة بالنسبة لي، إن معظم أنا عمال ماشي في المعرض، معرض ضخم جدا، معظم اللي بقابلهم على عكس الإمارات مصريين، سواء جاي يزور المعرض عشان شركته بعتاه يشوف إيه الجديد، سواء موجود في الشركات السعودية اللي بتعرض او الشركات اللي جايه من بره تعرض في السعوديه، فاحنا موجودين في السوق بشكل كبير. المبادره دي بتاهل للاتجاه دوت اولادنا قال كده. عندنا مبادره تانية اسمها مبادره رواد مصر الرقميه، ورواد مصر الرقميه دي بتاخد الطلبه من ثالثه كليه ورابعه كليه وخريجين، تدي له مستوى اعلى، بتعمل زي نقل. دورات كلها مجانيه تماما، واعتقد بعضيها فيها مكافئات كمان صح؟ ما عنديش فكره عن قصه المكافئات، بس مجانيه برضو رجعت الحمد لله الوزاره زي ايام الحكومه الالكترونيه الاولى، ايام طبعا دكتور احمد نظيف في بدايته، والدكتور طارق كامل طبعا كان هناك اعلانات شديده في هذا الموضوع، والان مع التطور بقى احنا بقينا في عصر اخر. كانت الوزاره توجهت شويه للمبادرات اللي كلها الكتروني، التعليم عن بعد، سمعت صوت الشركات، قلنا لهم ما بيطلعش الخريج مستفيد، فاتعملت ميكسد بين انه بيروح يوم بيشتغل يومين اونلاين ويوم بيقابل فعلا الانستراكتور فيزيكال وبيتعلم منه وبيستفيد منه. اللي شفتهم من الخريجين المبادرات المراحل اللي قفلت مستواهم جيد جدا. يبقى ذهب على الويب سايت الخاص بوزاره الاتصالات المصريه هناك. لا هي في ويب سايت خاص باشبال مصر الرقميه وخاص برواد مصر الرقميه، وايضا على الشبكات الاجتماعيه وليهم صفحات ليهم صفحات على الفيسبوك. طيب ده هذا ممتاز ايضا في هذا الصدد وهذه المهارات. عاوز اعرف ايه اللي هيحصل في حريه تداول المعلومات وهذا القانون اللي احنا منتظرينه، لكن اسمح لنا نذهب الى هذا التقرير ونعود سريعا الى هذا الحوار الهام. تعمل الحكومه على زياده عدد الخبراء المتخصصين في مجال الامن السيبراني، وذلك من خلال عدد من البرامج والمبادرات التدريبية التي تستهدف بناء القدرات وزيادة الخبرات القادرة على العمل في هذا المجال. الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتكنولوجيا بشكل عام في الفترة الأخيرة وخاصة ما بعد جائحة كورونا وتوقف العالم في التعامل البشري، وكان التكنولوجيا لها الدور الفعال في مسيرة الحياة بين البشر وبين الدول، أصبحت
واقع ولم تصبح رفاهية، أصبحت أمر ضروري في توسع في هذه المجالات، وخاصة في الرقمنة والتحول الرقمي في التعامل الحكومي والتعامل ما بين البشر بشكل عام. الدولة المصرية وخاصة في آخر 10 سنوات والفترة الأخيرة عملت على زيادة في البنية التحتية التكنولوجية لتوفر للمواطنين وتوفر للحكومة وتوفر للدولة المصرية بنية تكنولوجية قوية قادرة على استيعاب البيانات وقادرة على توفير المعلومات بشكل أفضل. ده بيسهل لتوفير المعلومة وبيسهل على الحصول على المعلومة، وكمان بيسهل على جودة حياة المواطنين، وبيسهل كمان الوصول للمعلومة بشكل أكبر. وفي هذا الإطار تقوم وزارة الاتصالات على إعداد الكوادر للمستقبل من خلال برامج تدريبية متنوعة، منها برنامج التدريب الاحترافي للخريجين بدءا من دفعات 2020 وحتى 2024 بهدف سد الفجوة بين المهارات المتاحة ومتطلبات أسواق العمل المحلية والعالمية. أمن المعلومات أو الأمن السيبراني في الوقت الحالي هو أصبح ضرورة ملحة وأحد أركان الأمن القومي، وليس مجرد رفاهية في ظل عمليات التحول الرقمي واستخدام تطبيقات يعني على الهاتف المحمول وأيضا عمليات التحول الرقمي، وبقى فيه بيانات حساسة بشكل كبير جدا على هذه التطبيقات وبشكل رقمي، وبالتالي أصبحت عمليات تأمين هذه المعلومات بالنسبة للأفراد أو الشركات العامة والخاصة أمر ملح وضروري للغاية لمنع تسريبها وأيضا حدوث عمليات ابتزاز أو تسريب هذه المعلومات للأيادي الخاطئة. ويتم تصميم المحتوى التدريبي بالتعاون مع عدد من الشركات الرائدة بما يتماشى مع متطلبات الوظائف والكفاءات المطلوبة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبلغت نسبة التوظيف لخريج البرنامج أكثر من 95%. تأخرنا قليلا في إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وهو قانون هام في أبعاد كثيرة خصوصا في عصر الذكاء الاصطناعي، ونرى ما يدور الآن سواء في إعلام الشبكات الاجتماعية أو في تداول المعلومات وعصر البيتكوين والتشفير وإلى آخره. طيب، حرية تداول المعلومات هو قانون موجود في معظم دول العالم، وكان من ضمن الحاجات المشاكل اللي مقابلانا بعدم وعدم وجود ما ينظم ذلك. المشكلة الأساسية هي مشكلة اقتصادية، إن الشركات أو الجهات الكبيرة اللي جاية عايزة تقيم استثمارات في مصر بيبقى عندها صعوبة في الحصول على المعلومات. أنا شركة جاي أعمل مصنع أدوية في مصر، طيب عشان أعمل مصنع أدوية أعمل عليه دراسة جدوى مظبوطة، أقدر أقرر أنا هستثمر كام في إيه، محتاج ابقى عارف بقى حجم الاعداد الموجودين في مصر، الامراض المنتشره، الادويه اللي بتستخدم، وهكذا الى اخره من المعلومات. طبعا لما كان بيروح يطلب جهه من الجهات ديت هذه المعلومات في الاغلب ما بيعرفش يوصل لحاجه. ليه؟ لان كل واحد بيبقى قراره هو انا شايف ان المعلومات دي معلومات خطيره وما ينفعش اديها لحد، فانا مش هديها لحد، في حين المعلومات دي ممكن ما تكونش على هذا المستوى من الخطوره. هي في الاخر هتلاقي في الاخر المجمل بتاعها ان انا هو خايف، راجل في مسؤوليه وخايف من في اطار مسؤولياته ان يكون بيعمل حاجات تضر البلد. لكن وجود قانون يسمح بحريه تداول المعلومات، عشان بعد هو القانون دخل في اطار الدراسه، لان المعلومات لازم تصنف، ما هو المعلومات اللي يتم تداولها والتي وزي ما في الجيش سري وسري جدا وسري للغايه، كل كلمة من الكلمات ديت ليها استخدامها وليها سر للغاية، مين اللي يستخدمه، سر جدا مين اللي يقدر يشوفه، سر بس مين اللي مسموح له باستخدامه. فالنهارده بنتكلم على قانون لحرية تداول المعلومات والشفافية، يصنف المعلومات اللي موجودة ما هو وليه ضوابط لوضع الحرية في حرية تداول هذه المعلومة. هل في جهة عايز تستثمر ومحتاجة معلومات فيها شيء من الحساسية يجي يمضي إقرارات وتعهدات بأنه قانون حرية تداول المعلومات هيساهم أكثر في الاستثمار وفي طبعاً السياحة، يعني أنت فهمني، بخلاف طبعا عالم الإعلام والصحافة الذي يعتمد أيضا بصفة أساسية على هذا الموضوع. يعني أكيد هو النهاردة المعلومة مفيدة للجميع، مفيدة لي أنا كراجل شغال في شركة علشان أخد قرار جوه شركتي محتاج معلومة،
النهاردة في ناس كتيرة لما بتعرف المعلومة قبل معادها طبعا ده بيزنس طبعا بيتفرق بتحقق ارباح لكن معلوم كمان في معلومات مش عارفين نجيبها ممكن عن تاريخ العائله الخاصه بك في بعض الامور في ده موضوع برضو غريب يعني اكيد اكيد فهو وجود قانون ينظم هذه المساله اكيد هيعود بالنفع على سواء الشركات والاقتصاد الداخلي المصري الداخلي او وجود استثمارات قوية لنا من الخارج. عموما عالم المعلوماتية البريء بالمعلومات بعيدا عن السيبرة بعيدا عن الأونلاين أوفلاين وأيضا الأونلاين فنحن في قصة كبيرة بالزبط. في عالم التكنولوجيا بالزبط. لو اتقطع الإنترنت ربنا يستر وأيضا لو كنا أوفلاين كيفية حرية تداول المعلومات وسيولة المعلوماتية شفافية المعلوماتية الديمقراطية الخاصة بالمعلوماتية إلى آخره من أمور أهم لها أبعادها التوعوية. نورتني مهندس تامر الوقت مر بسرعة شكرا لك لكن يعني على الأقل تحدثنا في أهم المحاور في هذا الصدد العالم كله معرض لخطر الأمن عموما لكن الأمن السيبراني في ظل التحولات الجيوسياسية والحروب وعسكرة العالم والعسكريتاريا تزداد الأهمية بالضبط. نورتني مهندس تامر محمد الأمين العام لشعبة الاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية في عالم يتحول اقتصاديا أيضا بالضبط. شكرا جزيلا شكرا المشاهدين. جزيلا نورتني مشاهدينا ملفات كان ملف اليوم حول الأمن السيبراني الذي أصبح خطيرا ويؤثر يعني حتى على حياة الأفراد الحقيقية في الكثير من القصص ثمت قصص متداولة حول هذا الموضوع وآفاق ومستقبليات دائما نفتحها في هذا البرنامج اسمحوا لي أن أشكر كل فريق عمل البرنامج كلهم باسمه كان معكم أحمد يوسف إلى اللقاء.